أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة الطائرة أعلن خلاص انسحابه من سباق الترشح على منصب رئيس الاتحاد في الانتخابات اللي هتتعمل إن شاء الله يوم 11 ديسمبر اللي جاي. وبكده بقى يعني سباق الترشح ما بين الثلاثي فؤاد عبد السلام وشريف الشمرلي وعبد الحميد الوسيمي. مجلس الإدارة الجديد هيدير بقى الاتحاد لمدة أقل من سنة، وتحديدا لحد ما تخلص دورة الألعاب الأولمبية اللي جاية إن شاء الله واللي هتكون في طوكيو صيف 2021.